لو الحكاية فيها إن فيديو. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، اللهم افرش لهم قبرهم من فراش الجنة، اللهم انر لهم قبرهم مد بصرهم، اللهم افسح لهم قبرهم مد بصرهم، اللهم اجعل ذمة القبر اليهم كذمة الأم الحنونة الى رضاها، اللهم اجعل الاليم في قبورهم اسعد الاليم، اللهم املا قبورهم بالرضا والنور والفسحة والسرور، اللهم انهم في ذمتك وحبل جوارك فقهم فتنة القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحق. اللهم جازيهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم. اللهم انظر لموتانا حبايبنا نظرة رضا، ومن تنظر له نظرة رضا لا تعذبه ابدا. اللهم اسكنهم فسيح الجنان واغفر لهم يا رحمن وتجاوز عما تعلم يا عليم. فيديو.